وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، يعني بداية، مصر لها دور تاريخي تجاه القضية الفلسطينية بتعكس المواقف دائما بأنها إلى جانب الأشقاء حتى حصولهم على حقوقهم المشروعة. برأيك كيف أبرزت قمة القاهرة للسلام موقف مصر تجاه الأشقاء العرب؟ من الواضح ان قمه السلام من واضح من العنوان الخاص بها انها تسعى الى تحقيق السلام. هذه القمه كانت قمه اقليميه دوليه شارك فيها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، ولكن في واقع الامر ما دار في تلك القمه اظهر ان هناك اتجاه لتأييد عمليه السلام او عمل الهدف الرئيسي منها وهو السلام، وان كان البعض الاخر ظهر بمسار اخر يعني يسير في اتجاه تواصل العمليات العسكريه او الحرب، باعتبار ان ما جرى في من جانب حماس في طوفان الاقصى هو عمل ارهابي، وان حماس منظمه ارهابيه، وبالتالي اصبح لاسرائيل حق الدفاع عن النفس. في نفس الوقت الذي وضح بشكل قاطع ان مصر عندما طرحت رؤيتها كان هناك خريطة طريق تعالج بشكل جذري ليس فقط القضية الفلسطينية وإنما التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة قطاع غزة. لا شك أن هناك من الواضح أن هناك موقف غربي فيه انحياز تام، إن لم يكن وعذرا في الكلمة تواطؤ تام مع إسرائيل فيما تقوم به من أعمال عسكرية هي في حد ذاتها نوع من إرهاب الدولة، لأن نعم. عندما نتحدث عن تهجير قسري، عندما صحيح. نتحدث عن نزوح قسري، عندما نتحدث عن إيقاف جماعي، عندما نتحدث عن قتل ويعني آلاف من المواطنين الفلسطينيين في غزة من أطفال ونساء وشيوخ وشباب، وهدم المنازل وهدم البنية التحتية، وأن يكون هناك إيقاف جماعي ثم نقف موقف عدم دخول المساعدات الإنسانية إلا بشروط، في نفس الوقت الذي كان يجب أن يكون الهدف الرئيسي للمجتمعين هو التوصل إلى توافق. وهذا سيادة السفير ما يؤكد على انه نعم هذا سيادة السفير ما يؤكد يعني وجهة نظرك في انه هناك ازدواجية في المعايير لدى الغرب تجاه حقوق الانسان ظهر جليا في التطورات الأخيرة والتصعيد الأخير، خاصة إدانة دفاع الفلسطينيين عن حقهم وإعطاء إسرائيل الحق في كل ما تفعله من تصعيد، من الفكرة الخاصة بالتهجير القسري، من العقاب الجماعي، من التجويع وغيرها من كل ما يتنافى مع حقوق الإنسان الذي تقوم به إسرائيل تجاه الأشقاء الفلسطينيين. لا شك أنه ليس فقط انتهاك لحقوق الإنسان. نعم. هذه هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. صحيح. القانون الإنساني الدولي تم انتهاكه بشكل واضح وصارخ مع محاولات التهجير القسري أو النزوح القسري والعقاب الجماعي، هي كلها نوع من أنواع الإبادة الجماعية، ولا تمارسها إلا دولة تمارس إرهاب الدولة، هذا نعم. أمر معروف. ما جرى في على سبيل المثال على مدى العقود الماضية في الضفة الغربية من مستوطنات من ممارسة التمييز العنصري والفصل العنصري وتهويد القدس وقطع موحدة، كل هذه الأمور انتهاك واضح للشرعية الدولية والقرارات والمواثيق فقط دولية ذات الصلة. نعم. معنى ذلك أن كل هذه التراكمات تعني ان هناك محاوله لتصفيه القضيه الفلسطينيه في الضفه الغربيه وتستكمل بغزه من خلال تهجير القصر والنزوح او نزوح القصر والعقاب الجماعي وما تمارسه فيما يتعلق بالاوضاع الانسانيه في موقف في انتهاك واضح للمواثيق من الدول الغربيه وخاصه الولايات المتحده الامريكيه والانتهاك اليهما بشكل واضح وصارخ فيما يتعلق بالدعم العسكري. نعم، سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة.